السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة للتحبيط والابتزاز. حلقة اليوم غنشوفوا فيها ردة الفعل الخطيرة جدا والمضحكة جدا والتعيسة جدا في نفس الوقت والسعيدة جدا بالنسبة للمغاربة ديال الإعلام الجزائري والتخليلات ديال المخللين الجزائريين الرياضيين، خاصة المباراة ديال يوم أمس بين المنتخب النسوي المغربي لبؤات الأطلس ضد المنتخب النسوي الجزائري تعيلبات الصحراء. كان الدعس البارح وكانت الدحمسة البارح بنجاح، ولعبوا داخل بركان كأنهم يذكرونهم بنهضة بركان أو كما تسمى نهضة بركان في الجزائر بوركان. كان بوركانا فعلا، ضرب الأخضر واليابس في الجزائر وخلاهم دائما بكائيات. نشوفوا اولى البكائيات ديال البلاطوات الرياضيه الجزائريه ونرجعوا من بعد. كنا قد اطلقنا تحديا منذ قرابه 10 ايام او 15 يوما، قلنا باننا نتحدى الاخوه في المغرب ان كانوا يتجرؤون او يجرؤون على وضع الخريطه الوهميه على قميص المنتخب المغربي عندما تتعلق او يتعلق الامر بمنافسه تنظمها الفيفا وتشرف عليها الفيفا. اليد الطويله للمغاربه في الكاف ليست موجوده في الفيفا، لذلك اثر هذه المره العوده الى العقل، العوده الى المنطق، العوده الى القميص الاصلي، عدم وضع الخريطة الوهمية يميد هل للفيفا قوانينها وللكاف قوانينها. ولماذا يتخبط الإخوة في المغرب تارة يضعون الخريطة عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الكاف؟ طبعا الأمور معروفة، ذراعهم طويلة هناك، بينما يخضعون وينزعون تلك الخريطة الوهمية عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الفيفا. أول حاجة أيها الجراروي الغبي، كيفاش تحدينا المنتخبات المغربية أنهم يديروا الخريطة المغربية؟ أنت عارف بأن الخريطة المغربية ما كدرش على مستوى المنتخبات المغربية، هذا اختيار، حنا احرار نديروا وقت ما بغينا ما نديروش وقت ما بغينا. غير هو منين كتحدى شي منتخب وسط المسابقه الرياضيه راك عارف مزيان ومتاكد مزيان بانه المنتخب المغربي واخا يبغي يدير الخريطه ما يقدرش يديرها لان القميص صودق عليه وسارينا. يعني يا اما انت غبي ما عارفش القوانين، يا اما كتغابى وعارف القوانين، وفي كلتا الحالتين يقدر يكون شويه عندك من هنا وشويه عندك من هنا، لان الغباء ديالكم يدرس. طريقة ديال الكلام ديالك اللي كتفرز بين القوانين ديال الفيفا والقوانين ديال الكاف كتخلينا نطرحوا بزاف ديال التساؤل حول الذكاء الجزائري اللي ما عمرناش نعلى بدا حياتي، ما عمرش شي جزائري ذكي. يعني نتوما عارفين بان الكاف القوانين ديالها بوحده والفيفا القوانين ديالها بوحده، يعني نتوما عارفين بانكم خاسرين في القضيه ديال الطاس وديال اتحاد العاصمه، واخا هكا كتستحمروا القطيع عندكم وكتروجوا لهم على انكم غتربحوا. بما انكم معترفين بان القوانين ديال الكاف بوحده وتسمح بالخرائط بشرط القميص يكون مصادق عليه قبل بدايه المسابقه، ماشي انت تجي تقول لنا تحدي. انا اصلا ما سمعتش بالتحدي غير البارح، اما كون سمعت به شحال هذه كون راه شديتك وجففت بك الارض والسطح وحتى الزنقه. قال لك تحدي، شوفوا الغبي كي داير، بحال هذاك اللي تيجي يقول لك اجي ندير عليك المهم حاجهكم داكشي اللي كيدار في المرحاض وما تفزكش. غادي تقبل التحدي؟ خاصك تكون غبي، والمغاربه ماشي اغبياء، المغاربه ما تيقبلوش اي تحدي. تحدي اصلا حنا غنخسروا فيه قانونيا وناكلوا فيه العصا والعقوبات باش نديروا لك انت خاطرك الكرغولي. اصلا بعدا الكرغولي شكون اللي كيسمع لك من غير بعض الاخوان في مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟ دابا انت كتعتقد بانه فوزي القجع كيتفرج لكم في هذه القناه الكرغوليه الرياضيه ديالكم؟ نزل شويه من السحاب اللي انت فيه، راه حتى شي واحد ما كيتفرج فيك. اصلا المغاربه اللي كيتفرجوا فيك هما المواطنين العاديين وقلال، واحد النسبه قليله هذوك اللي عارفين بانه الضحك مع الجزائر اكثر من الضحك في المهرجانات الضحك العالميه. واخا تجيبوا لي انا كوميدي ما عرفت شنو كندخل كنبقى نتفرج في ستاند اب ديالو كنبقى دائما مكنزز، راه بزاف المغاربه بحالي كنظن ما كتبغيش تضحك والو، واخا انت مخلص فلوس باش تدخل ولكن كتبقى مزير راسك بحال شي اخوان كيتفرجوا في القناه ديالنا ومكنزين ما كيبغيوش يديروا لايك، ما عرفتش واش ما حاملينناش ولا. المهم مغاربه هما وتيجيو تينشطوا ويضحكوا وتفرجوا فيا دائما والو، الله ما يخلي لك لايك. وصراحه هذه القضيه دي تحير العلماء، حتى حنا كندخلوا كنتفرجوا مكنزين، اما نتوما وكنبقى نضحك عليكم نضحك عليكم نضحك عليكم. وضحوكا زعما نتوما الجزائر وضحوكا العالم، قال لك تحديناهم ولقد رجعوا لرشدهم. ياك نتوما براسكم هذا المخلل براسو كان تعطي المثال بالمنتخب ديال فيتيا اللي كان لاعب في الجزائر قبل نهضه بركان ما تمشي للجزائر، قال لهم ها هما لاعبين بدون خرائط، دابا ولات تحدي وربحنا. راه قلت لكم قبل ما توقع لانني عارفهم وعارف العقليه ديالهم، راه عندي دكتوره في علم النفس الجزائري والبيطري واي حاجه تخص الجزائر، راني قاريهم مزيان، عرفتهم بانهم
غادي يحاولوا يستغلوا هذه القضيه هذه للترويج لواحد الانتصار، غير يعطيو شويه النفس للبوصبع مسكين راه تقهر، التمرميد التبربيق البطبوط كل البارح الضربه من عند الطاس. وبالمناسبه طيله البرنامج ما ذكروش حس هذاك الخبر ديال رفض الطاس للطعن، يعني مازال نشد القاطع وسارحين به. انك ماشي مليح تتحدث كل يوم وتتحدث لما يكون فيه جديد، وليس كل يوم تطلع بيان القضيه صرا كذا القضيه صرا كذا، كل شيء في ستيب. وان شاء الله الطاس راح تحكم لمصلحه اتحاد العاصمه بالعوده الى القوانين المنظمه والمشرعه للمنافسات الدوليه في الاتحاد الدولي. لكن الجانب المغربي تراجع في الفيفا، لا يمكن ان تلعب بخريطه، القانون واضح ووضوح الشمس، لذلك اليوم هو عوده الى الرشد. حتى القوانين في الكاف واضحه، قانون رقم 9 ولكن المنافسات ولا كون غير درتوا بهذه القضيه هذه كون غير ما بقيتوش كتكلموا كل نهار كل نهار كل نهار، طيبتوا الجزائريين وطيبتوا القطاع ديالكم وطيبتوا حتى المغاربه، راه ما بقيناش قادرين نبقاو نضحكوا عليكم، راه بقينا نضحكوا نضحكوا نضحكوا، راه كثرنا من الضحك. انا بعدا ما تنقدرش نتفرج فيكم كل نهار، لانني شي نهار غنموت بشي سكته قلبيه، راه غتقتلوا المغاربه مسخط الوالدين، غتبقاو تهضروا على هذا الموضوع كل نهار كل نهار، وفي الاخر النفخات ديالكم غدير كيف ما دارت هذاك الشيء ديال الدخول الى البريكس وبزاف ديال النفخات نفختهم. ان شاء الله ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله الماتش يتعاود. قال لك المغاربه تراجعوا وعادوا الى رشدين. انت نوريكم المباريات ديال المنتخب النسوي، نفس المنتخب قبل هذه القضيه ديال اتحاد العاصمه وما عندوش الخريطه في القميص، كيفاش تراجعنا؟ تراجعنا الا كنا تنديروا الخرائط، الا كان هذا المنتخب النسوي كيدير الخرائط وخاف من العقوبات وتراجع، ولكن حنا اصلا ما كنديروش الخرائط. عرفتوا علاش؟ لاننا عارفين القوانين، حنا قاريين، ماشي زريبه بحال الجزائر ما قارياش وما عارفاش القوانين وما كتفرش بالقوانين ديال الفيفا وبالقوانين ديال الكونفدراليات. نتمنى ان تاخذ طاس طاس ديال الطاس نهائي لمصلحه اتحاد العاصمه. الاحكام التي تصدر من الطاس غير قابله للطعن، يعني هو قرار نهائي. الصيغه التي ستصدر بها الطاس الاحكام لا نعرف كيف سيكون الحكم، لكن فيه ربما بشائر بانه الحكم سيكون لمصلحه اتحاد العاصمه. والو ما كاين غير صرح القطيع علشان الباقة بالضيع، تيهضروا لهم على الطاس. بالمناسبه هذه المقاطع اللي وريتكم راه داروا البارح بالليل فوق 11 الليل، يعني كان في خبارهم بان الطاس رفضت لهم الطعن الثالث، وبعض الاخوان تيقولوا الطعن الرابع ديالهم، ومع ذلك يقول لك راه كاين بشائر وان شاء الله ان شاء الله الماتش يتعاود. ولكن كيف ما قال لكم هذاك الجزائري ديالكم المشهور في مواقع التواصل الاجتماعي، ان شاء الله ان شاء الله بربي والعدس. المحكمه الدوليه للرياضه ومحكمه التربيه والادخال، انا عندي ثقه لاني عايش في سويسرا وعندي اصدقاء محامين يعملوا على مستوى لو طاس التربيه والادخال، ثقتي كبيره جدا في هذه المحكمه، وراح يفسروا بكل حياديه وبكل موضوعيه، وراني 100% ان شاء الله يكون الحكم صحيح ويكون نعم. اتجاه جانب ان شاء الله تطبق القوانين فقط، ومن لديه حق ياخذه، لا نريد غير حقنا. تخيل اللي قال لك عندي اصدقاء في سويسرا وانا عايش في سويسرا، فكرني غير في داك الشيء ديال الكاميرون والجزائر والماتش التعاود. كان واحد قال لهم راني كنعرف واحد البلومبي داخل فيفا، وراه قال لي وراه ان شاء الله الماتش يتعاود، ان شاء الله ان شاء الله بربي الماتش يتعاود. ولكن والعدس يبدو ان نيران ميدو لاعب دوري المصري السابق قد اصابت لقجه الذي هرول الى الاخوه في مصر طالبا العون والمدد. الرجل ظهر منبطحا امام الاعلام المصري وهو يعدد في انجازات الاهلي، وكانه اتى بالجديد، وكانه اتى بما لم ياتي به الاولون. معروف بانه الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، بانه افضل نادي في افريقيا. لماذا هذه الخرجه الاعلاميه في هذا الوقت بالضبط؟ ماذا يريد لقجع من الاخوه في مصر؟ ولماذا يريد ان يقحمهم في الصراع الذي يجمعه مع شرفاء افريقيا؟ عرفتي راه صعيب تكون اعلامي في الجزائر او مخلل في الجزائر او صحفي في الجزائر وانت مضطر انك تكذب هكا علانيه. يعني الناس في الجزائر عارفين بان هذاك اللاعب الفاشل ميدو ديال مصر اللي ولا تيدير برامج تلفزيونيه رياضيه في القنوات المصريه، عارفينه بانه تينبح على فوزي القجع وتينبح على المغرب من سنوات. يعني هنا السؤال اللي كيطرح نفسه، علاش فوزي القجع ما خرجش هذه سنوات؟ لانه ميدو كان خاف منه شحال هذه، واش دابا عاد هو خاف من ميدو؟ وشكون بالسلامه هذا ميدو هذا كيتفرج فيه موت سيبي زعما باش يخاف منه فوزي القجع؟ ياك نتوما كتقولوا بان فوزي القجع مختطف الكاف، فكيفاش فوزي القجع غيخاف من ميدو انه يحرش عليه الكاف؟ الا كان هو كيتحكم في الكاف راه ما غيخاف لا من الكاف لا من ميدو لا من نيدو لا من فيدو. المهم والمخلل الرياضي وراك راك ضعافيتي بالفقصة مصفوط الوالدين، تكيس على راسك، تكيس على راسك اصاحبي، راه مازال باغيناك مازال بغيناك تضحكنا شي شوية. المهم ميدو راه شحال هادي هو تينبح، وما عمر فوزي القجع أعطى أهمية لأي كلب حاشا السامعين من المغاربة، لا في القنوات المصرية ولا في القنوات الجزائرية كينبح عليه، أرى ما تهوهو
على فوزي القجع، وعرفتو نهار اش غتفهمو شنو كيدير فوزي القجع وشناهي الخطه ديالو الكونتر خطه، نهار يفوت الفوت تنزل الفاس على الراس وتعرفوا بان داك موتسيبي اللي كيكاري عليكم الصعد على ود نسيبو رئيس جنوب افريقيا غادي يطير وغادي يطيروه، ديك الساعه غتفهمو القالب السكري المغربي شنو كيسوى. قلتها نبدا من اخر كلمه قلتها، هناك اصوات بدات تتعالى، اصوات الحق بدات تتعالى في مختلف ارجاء القاره الافريقيه، الاصوات المعارضه للفساد الذي ينفر جسد الكاف والذي يقوده المغربي لقجع، لذلك شعر بالخطر الان، عليه ان يخرج من منطقته من اجل ان يهاجم كوسيله للدفاع عن نفسه، يجب ان يقوم ببعض الحركات البهلوانيه ان صح التعبير، مثل خرجته على قناه بون سبورت وحواره الذي تحدث فيه كثيرا عن كره القدم المصريه في هذا الوقت بالذات بعد هجوم ميدو على الكاف. امر واضح الان يريد ان ينال بعض، هل يريد تبييض صورته؟ اكيد اكيد يريد ان يستميل المصريين، وسيقوم بهذه الخطوه مع العديد من البلدان الاخرى، ترقب فقط الايام القليله المقبله، لانه بدا يشعر بالخطر، بدا يستشعر فداحه الاخطاء التي ارتكبها وفداحه الخطا الاخير الذي ارتكبه هنا في او حاول ارتكابه هنا في الجزائر، لانه لم يمرر رسالته ولم يلعب بتلك الخريطه. نتخاطر معكم على ان دميدو هذا اللي فرحانين بيه وكيهللوا لي وكيطبلوا لي بطريقه غريبه جدا، الجزائر كتعطي الفلوس، نتخاطروا عليه، هذه من المسلمات عندي. الجزائر كيعطيو الفلوس لهاد المصريين باش يهاجموا فزي القجع، وحتى التوانسه، بعض التوانسه ماشي كلشي، وبعض المصريين ماشي كلشي، انا لا اعمم، باش يتسموا زعما راه الجزائر وتونس ومصر كينبحوا. وسبحان الله العظيم، زعما نتوما بوحدكم لي افارقه فهاد افريقيا، علاش الناس في افريقيا كيلعبوا كره، كاين اللي كيربح كاين اللي ما كيربحش، كاين اخطاء تحكيميه، كاين تخوفيش، كاين بزاف الامور، ولكن ما عمرنا سمعنا شي افريقي كينبح من غير الجزائر وبعض الابواق في تونس وبعض الابواق في مصر. يعني القضيه كامله محركينه بالاموال ديال بوصبع المضبع اللي كيدير الطوابير على كل المواد الاستهلاكيه الاساسيه. بركاتك يا فوزي القجع، فوزي القجع بركاني واحد ومخربق دوله، ونهضه بركان جايه خربقات دوله، ومشكل القميصه وخربق دوله، اتاي الدحميس قال لك ربح بلا تكرفيس وبلا تنخسيس وخربق دوله، المغاربه ديال مواقع التواصل الاجتماعي مخربقين دوله، وما كاين غير البكائيات في الجزائر، قال لك لقجع لقجع لقجع، عرفتي طيبوا هذيك السميه ديال لقجع، جاب الله تيقولوا لقجع بالدال ماشي لقجع، وراه مساخط الوالدين راه ما فاهمينش راسهم، راه متناقضين مع راسهم. دابا فوزي القجع شعر بالخطر من واحد كينبح في واحد القناه مصريه كيتفرجوا فيه 1500 مصري ما كاملاش، دخلوا القنوات هذوك اللي كيتفرجوا في ميدو كتلقى 1500 مشاهده 1300 مشاهده 700 مشاهده. دابا فوزي القجع خايف من قناة فاشلة في مصر كيديرها واحد اللاعب فاشل أيضا، كنخرجوا إلا بقيتوا عاقل، وهذاك صاحب راه عنده واحد الشعر راه كان مشهور في مصر شحال هذي، كان تيلعبوا، كان واحد مرة مصر منظمة كأس إفريقيا ديالهم والمدرب خرجوا ما بغاش يخرج، غير مع الخرجة هو مازال تيغوت على المدرب، هذاك اللي دخل بلاصتو ماركا لهم الهدف ديال الفوز، وتفضح وتشوه هذاك ميدو، وما بقى حتى شي واحد في مصر تيحمل. المهم لاعب فاشل، مخلل فاشل، إعلامي فاشل، غادي يخاف منه فوزي القجع، وراكم كتناقضوا في الكلام ديالكم. الا فوزي القجع تيخاف من ميدو يعني هو راه ما كيتحكمش في الكاف، يعني هو لا يختطف الكاف. ورسوا لنا على شي منطق واحد باش نتبعوا معاكم، لانكم راه كتدخلوا وتخرجوا في الهضره، وما كاينش شي واحد تيدير الحركات البهلوانيه قدكم نتوما في هاد البلاطوات. وهذاك وليد صادي، هذاك وليد صادي اكبر بهلوان، راكم شفتوا الفضيحه ديالو في الكوت ديفوار، كانوا غيقتلوا مسقوط الوالد، البهلوان مع راس المنتخب الجزائري خاسر ومقصي، هو خارج وسط المظاهره وقال لك بغى يكالمي الناس في الجزائر كانوا غادي يقتلوا، هذا ماشي بهلوان هذا. دابا نتوما وليد صادق قلتوا راه كيعرف بزاف هذا الشيء ديال الكاف، وعنده الاسرار وعنده الكونتاكت وتعرف الناس حيت كان خدام مع راوراو، اين هو هذا وليد صادق؟ محمل المنتخب ديالكم، محمل الانديه ديالكم، كياكل في التصرفيق من عند الطاس، كياكل في البطبوط من عند فوزي لقجع، راه البهلواني هذه الساعه هو نتوما في الجزائر. هاد الهجوم الغير مسبوق، هاد الهجوم الحاد، كانوا تهاجموا على فوزي القجع، ولكن دابا هجوم حاد في كل القنوات الجزائريه الرياضي. بركاتك فوزي القجع، فوزي القجع تيلح لهم مره مره ضيم، تيبقاو يعضوا فيه ويتلاهاو به، هو قاضي غرض، هو هاد الخرجه ديالو في الاعلام المصري عنده اهداف في طبيعه الحال، ما كاينش شي حاجه كدار اعتباطيا، ولكن الاهداف ديالها ما نفهموها حنا ما يفهموها الزرعو، غادي تنزل عليهم بحال الصاعقه ان شاء الله، وعاد غيفهموا شنو هو السبب ديال هاد الخرجه. قال لك يدافعوا عن نفسه، انا ما فهمتش، فوزي القجع مرات يقولوا خاطف الكاف ومختطف الكاف وكيتحكم في موتسيبي، وفي نفس الوقت يقولوا غادي يخاف
على راسه وبغى يبيض الصوره ديالو ايه على دوله يمكن ان يتخيل اللقجع بانه يمكنه ان يغسل كل تلك الذنوب ويبيض صورته المسوده في كل انحاء افريقيا بمجرد ظهوره تلفزيونيا في مصر. لا هو يعلم لا هو اختار مصر محمد ردا على تصريحات ميدو يريد ان يداهن مشاهدا الحوار كله مداهنه للاخوان المصريين ولكره القدم المصريه وكانه اكتشف كره القدم المصريه بالامس القريب فقط وكانه لم يكن يعلم انجازات كره القدم المصريه سواء على مستوى المنتخب او على مستوى الانديه وكانه اكتشف فجاه مدى عظمه النادي الاهلي الذي يعتبر نادي القرن في القاره الافريقيه والذي يقارع نادي ريال مدريد في الالقاب الرسميه والانجازات. لذلك قلت لك يا مداهنه محاوله استماله محاوله كسب ود الاخوان المصريين من اجل تخفيض حدة الانتقادات التي بدأت تتعالى خصوصا من الجانب المصري ويعلم أن الجانب المصري عملاق نائم في كرة القدم. نعم. مصر تملك قوة كبيرة جدا سواء من الناحية الكروية أو الرياضية على تصريحات ميدو هزتها أو على المستوى الإعلامي. يعلم أن المصريون يملكون قوة إعلامية رهيبة إن تعالت الأصوات المساندة لتصريحات ميدو في البلاطوهات المصرية فنهاية الأجع قد اقتربت وهذا ما جعله يخرج من جحره من أجل أن يبدأ عملية الدفاع. نعم. شوفوا العبارات اللي كيقول فوزي القجع يغسل الذنوب ديال واش انت هو البابا ديال الفاتيكان واش انت غادي تعطي زكوك الغفران كيفاش غادي يغسل الذنوب ديال علاش لقيتو فوزي القجع تيدير باش يغسل الذنوب ديال وسير عند شنقريحه قول لي سير غسل الذنوب ديالك سير عند الرئيس ديالكم عبد المجيد كدبون قول لي غسل الذنوب ديالك سير غسل الذنوب ديالك انت براسك اللي كتهجم على شعب قدو قداش اللي هو الشعب المغربي وعاد اجي يهضر على سيادك فوزي القجع. فوزي القجع داير لكم الكونتر خطة والله لا فهمتوا هذا السر ديال التقارب المغربي المصري حتى يفوت الفوت وتذكروا الكلام ديالي كيف ما قلت لكم الا بقيتوا عاقلين فهذيك لافير ديال داكشي ديال منع الطيران فاش قلت لكم فوزي القجع تجمع مع موتسيبي وتجمع مع رئيس الفيفا راه ما تعرفوش شنو غيوقع حتى من بعد ومن بعد فهمتوا كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030 وسلم لي على الغباء الاصطناعي الجزائري. ولكن باش عجبوني كيف ما قلت لكم كل الجزائريين بدون استثناء تفرجوا في المقابله ديال فوزي القجع وكان فوزي القجع هو الرئيس ديال الاتحاديه الجزائريه عايشين حياتنا بزز منه تفرجوا فوزي القجع بكل شغف. انا متاكد ملايين ديال المغاربه ما تفرجوش المقابله لانهم تيقولوا ما غاديش تهمنا وما يكونش فيها شي حاجه ولا غيشوفوا فقط العناوين ديال الاخبار وصافي. الجزائريين بقاو على الاعصاب ديالهم وما كيتفرجوا في كل ثانيه وفي كل كلمه وفي كل حرف تنطقوا فوزي القجع بركاتك يا فوزي القجع ومهب الدولة ما تيغي شوية باش يبرأ نفسه وقال لك لو كنت أنا من يتدخل في تعيين الحكام في إفريقيا قال لا يعني وضعت حكام يساعدوا المنتخب المغربي للفوز بكأس إفريقيا وقال بلي لما فاز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا كان في عمره 6 سنوات يعني هو من ولادة 1970 يعني 6 سنوات في عمره من 1976 لم يسبق أن شاهدوا كأس إفريقيا لذلك اسمح لي ميدو اقتبس من كلامك هذه الجملة الأخيرة هو قال لو كنت مشاركا او مساهما او مؤثرا في تعيين الحكام لا ساعدت في فوز المغرب بكاس افريقيا تعلمون جيدا بان اخر كاس افريقيا فاز بها المغرب كانت لما كان في عمري 6 سنوات وهذه الجمله فقط هي الصحيحه ميدو الجمله الاخيره صحيحه لكن الجمله الاولى خاطئه الجميع يعلم تدخلات لقجع في تعيين الحكام اخرها في تصفيات كاس العالم ومباراه تنزانيا اخرها في كاس امم افريقيا حدث للمدرب الجزائري عادل عمروش بارك الله فيك لو كان لو كان لو لم تكن هناك يد قويه للقجع داخل الكاف ماشي يد قويه هو اليد الوحيده داخل الكاف نعم. هو الان الناهي داخل الكاف الان قوته تفوق قوه موتسيكي داخل الجزاء بطاقه حمراء للمغرب في تنزانيا نهائي دوري ابطال شاهدنا الواحده نظمه في كازابلانكا شاهدنا ما الذي حدث في قضيه مبيمبا مع لاعب المنتخب الكونغولي مع الركراكي وما تلاه من تصعيد اعلامي بعدها تم طويل الملف وكانه لم يكن ابدا صدرت عقوبه في حق الركراكي ثم سوسيو ما دولت واحد فارموز سوسيو بعدها لم يكن يعود المغاربه في نهايه كاس امم افريقيا لذلك درا للرماد على العيون تمت معاقبته لا يحضر تلك المباراه التي لم تكن اصلا تهم المغرب المغرب كان قد تعرف على مصيره بانه تاهل الى الدور الثاني ثم بعد تلك المباراه تم الغاء العقوبه وعاد الركراكي مع ان مبيمبا قال بالحرف الواحد بانه هناك تصريحات عنصريه وانا قلت في هذا البلاطو هنا كجزائريين نقف على مسافه واحده نحن على الحياد لا يمكن ان نقول بان الركراكي اطلق تصريحات عنصريه ضد مبيمبا ولا يمكن ان نقول بان مبيمبا محق ولكن يجب معاقبه احدهما يا اما مبيمبا يكذب على الركراكي ويجب معاقبه مبيمبا اذا ثبت بانه يكذب ويتهم في الرجل زورا وبهتانا واما ان يعاقب الركراكي اذا ثبتت اتهامات مبيمبا لم يعاقب لا الركراكي ولا مبيمبا وتم طي الملف نزيد لك انا شيء محمد عمركم شتو شي سخافيين تسخافيين بزاف عليهم ومخللين كيقليو السم زعما راه هذيك اللعبه ديال راه المنتخب المغربي شحال هادي ما ربحش كاس العالم وحنا ربحناه في 2019 هذيك الربح اللي ربحته في 2019 حتى
حتى هو راه دخل فيه الكولسه والجوسسه والعوسسه اما والله ما ديو هذاك الكساو. ولكن المضحك في الامر هو انهم تتناساو ان القضيه فيها الرابع ديال كاس العالم. واش عرفتي شنو الرابع ديال كاس العالم؟ اي مغربي، اي افريقي، اي جزائري، اي مصري، اي كاميروني، اي واحد في افريقيا تقول لي تربح كاس افريقيا ولا تمشي رابع كاس العالم يقول لك رابع كاس العالم بدون استثناء. ما كاينش شي افريقي في العالم غايقول لك لا كاس افريقيا احسن من رابع كاس العالم والشهرة العالمية وأنك تربح إسبانيا، بلجيكا، كندا، البرتغال وتلعب النصف النهائي مع فرنسا وماشي مشكل وخا نخسروا بقينا رابع العالم وعودنا المباراة مع كرواتيا. فهذيك القشقالة ديالكم ديال 2019 اللي ربحتوها هانتوما دابا صافي نسيتوها، هانتوما بديتو كتبكيو، بكيتو في الكاميرون، بكيتو في الكوت ديفوار، هانتوما غتبكيو عاوتاني في المغرب سنة 2025. أما كاين غير كل عصا ودورها قدو، وحنايا كنبقاو كيف ما كنا كنبقاو رابع العالم يا جدك. نهار توصلوا لهذا رابع العالم ديك الساعه نقدروا نقادوا الكتاف. هو المخللين صراحه ما قالش 6 سنوات، هو قال كان عندي 7 سنوات. ولكن هنا راه عاوتاني متناقضين مع راسكم، كيفاش في نفس الوقت الكاف مختطفه من عند فوزي القجاع وفوزي القجاع كيدير تخوفيش في التحكيم وما ربحناش كاس افريقيا من 1976 وما ركباش الجرار وما بغاش تركب والو، كان عيان ركبه ما كتبغيش تركب. المنتخبات اللي كيديروا التخوفيش والانديه اللي كيديروا التخوفيش معروفين، كاين الانديه والمنتخبات المصريه، كاين الانديه والمنتخبات التونسيه، كاين في واحد الوقت معين في اندرا وراوا كانوا حتى الجزائر كيديروا التخوفيش، كانت الكاميرون، كانوا المنتخبات اللي كيربحوا بالكؤوس معروفين كيديروا التخوفيش. حنا كنا لاعبين قانونيين مع الكاف اللي كانت فاسده وحتى الفيفا كانت فاسده في ذاك الوقت، كنا كناكلوا العصا وما كناش كنربحوا. راه غير منطقي نكونوا كنتحكموا في التحكيم كيف ما قال فوزي القجع ومن ربحوا حتى شي كاس افريقيا. كون كنا كنتحكموا في التحكيم كنا ربحنا هذيك جنوب افريقيا في الكوت ديفوار بكل سهوله. تقنية الحكام بمساعدتك، اولا يجب ان يكون لديك فريق داخل ارضيه الميدان، هناك يستطيع الحكم ان يساعدك بعض الشيء. ولكن يا لقجع انت لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على مقارعه الكبار في افريقيا، لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على التتويج بكاس امم افريقيا وهذا بشهاده الاخوان المغاربه الذين يهاجمون المنتخب مؤخرا هجوما. وكاس العالم ليس بكاس افريقيا، كاس المغرب وصل الى المرتبه الرابعه حتى في كاس العالم. احنا كنا في قطر، كاس العالم يبقى انجازا تاريخيا للاشقاء المغاربه، ولكن كاس العالم ليس بكاس التاريخ بماء من ذهب. هذا نحطهم بجهه، لا نتحدث عن كره القدم. كرويا المنتخب المغربي لم يقدم الشيء الكثير، كان يلعب بطريقه دفاعيه ينطلق في الهجمات المحتسبه وهذا واقع، هذا هو امر، هذه كره القدم الواقعيه، لعب على قدر امكانياته. الان نهضر على كاس امم افريقيا، تمع المنتخبات الافريقيه التي لا تملك مستوى كاس العالم ما قدرتش تقارن مع المنتخب الكونغولي، شفنا بلي المنتخب الكونغولي كان احسن منهم. بعدين مع المنتخب الجنوب افريقي، طغيان للجنوب افريقي على المنتخب المغربي وفوز نظيف جدا بكل المعايير على كل المستويات. ما كانش عندك منتخب قادر على مقارعه الفارقه، كان عندك منتخب سيء يقدم كره قدم سيئه، لذلك حتى بمساعده الحكم ما يقدرش يديك وجههم قاص. شو شكون اللي كيهضر على خاص يكون عندك فريق جيد على ارضيه الميدان؟ هل انتم بالسلامه كان عندكم فريق جيد معادلين مع بوركينا فاسو، معادلين مع انغولا، خاسرين مع موريتانيا اللي ما عمرها ربحات وما عمرها ماركات على شي منتخب في كاس افريقيا وتاهلات على ظهركم نتوما؟ كيقول لك المنتخب المغربي ما كانش في المستوى، على المنتخب الجزائري حامل لقب سنه 2019 كان في المستوى في الكاميرون ولا كان في المستوى مثلا في الكوت ديفوار؟ المنتخب اللي كان عندنا في الكوت ديفوار كان قوي جدا، غير الظروف وبزاف الامور اللي خلاتهم يخرجوا على التركيز ديالهم، ايضا الظروف ديال الطقس وبزاف امور اخرى لا داعي لتكرار هذيك المساله ونعاود نهضر. ولكن الاخطاء التحكيميه في صالح المنتخب المغربي، سيروا عاودوا تفرجوا في المباريات كاملين ما كانوش اخطاء، راك شو حتى ديك عمليه الطرد ديال المرابط وبزاف الامور كانت ضد المنتخبات المغربيه. علاش؟ لانه الحكام، وما تقول ليش لا المنتخب ما كانش في المستوى. على المنتخب ديال الكوت ديفوار كان في المستوى، هو اللي دار اللقب ما كانش في المستوى، وكانوا شي دفيعات من طرف التحكيم ومن طرف الكاف في شي اوقات حاسمه جدا. كنتمنوا هاد الدفيعات وهاد الامور هادو يكونوا ان شاء الله في سنه 2025 باش نعاودوا نديو اللقب كيف ما دا المنتخب الاولمبي على ارض المملكه المغربيه الشريفه، ولا عزاء للحاقدين. وكنتمنوا خالصين انكم تعاقبوا وما تجيوش تلعبوا معانا، وانما يؤثر حتى في تعيينات الرجال داخل الاتحاد الافريقي. كل اللجان موجود فيها المغاربه بشكل فظيع جدا، يعني مسيطرون بطريقه لا يمكن نتخيلها. ما قاله ميدو وكلام صحيح وخطير جدا، تركوا للمصريين فقط المبنى فقط موجود في القاهره، اما الاجتماعات، الاعضاء، التاثير في القرارات،
بالنسبة لقضية عبد العمروش يصدر القرار في ظرف 24 ساعة، عمرها ما صارت في كرة القدم العالمية. مباشرة لقجع أمر لجنة العقوبات بالاجتماع وإصدار عقوبات في حق عبد العمروش وإبعاده من كأس أمم إفريقيا في ظرف وجيز جدا، وعندما قدم طعنا لم يتم دراسة طعنه إلا بعد عدة أشهر. بينما في قضية المدرب الركراكي تمت معاقبته في المباراة الثالثة التي كانت لا يحتاج إليها المغاربة من أجل الرماد على العيون، يقول لك حتى نحن مغاربة تم معاقبة المدرب المغربي، ولكن بعد الاستئناف 24 ساعة و 48 ساعة بعد ذلك تمت إعادة الركراكي إلى كرسي احتياط المنتخب المغربي. هنا كاين بمكيالين، هناك ظلم وظلمات داخل الكاف. تفضل. قالوا الكاذب عندهم وفي الدم ديالهم، قال كل لجان فيهم المغاربة، مع العلم لأنه تفرج في نفس المقابلة، ومع العلم لأنه في الموقع ديال الكاف كيأكد على أن المغاربة ما متواجدينش في كل لجان ديال الكاف، خاصة أهم لجنة هي لجنة التحكيم. قال فوزي لقجع قال لك بأنه ما عمر كان شي مغربي فيها، ولكن المخلي الجزائري كيكذب ما عندوش الوجه. يعني هنا مرة أخرى الإعلام الجزائري الرياضي تأكد على أنه لا يحترم ولا يعتبر الشعب الجزائري، كيعتبر الشعب الجزائري مجرد بهائم كياخذوا أي حاجة كتقال لهم، يكذبوا عليهم كاذب مفضوح باين وواضح، وكيتسناو من الشعب الجزائري أنه يتلقى الكاذب ديالو ويستوعبه ويآمن به ويصدقه ويسلم به بدون مناقشة بدون تشكيك بدون أي حاجة. يعني الإعلام في الجزائر يعتبر الجزائريين مجرد أغبياء لا يفقهون ولا يفهمون أي شيء، وهذه أكبر إهانة للشعب الجزائري. شوفوا الطريقة دي لغسل أدمغات الجزائريين، قالك في ظرف 24 ساعة عميروش عقيبة، وفوزي القجاع أمر، يعني كيسلموا بأن فوزي القجاع كيختاط في الكاف ولا كيأمر. وعطيونا غير نتيجة واحدة للمنتخبات المغربية كتأكد على أن فوزي القجاع خاط في الكاف ولا كيتحكم فيها. راكينا اللجنة ديال التأديبات ماشي برئاسة فوزي القجاع، فوزي القجع لا يتدخل في الميدان هذا، رئاسة لجنة العقوبات هي من طرف جنوب إفريقيا، هي اللي عاقبت عميروش، وهي اللي غتدخل في المسألة ديال اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وهي اللي غتحاول تسلككم، داكشي علاش معطيني العقوبات لغاية هذا اليوم هذا. فما تحمقوناش وما تبقاوش تكذبوا بالعلالي، راكم كتهينوا الشعب الجزائري أنكم تكذبوا عليه وهو يقدر يمشي للموقع الإلكتروني ديال الكاف ويتأكد على أن المغرب غير متواجد في الليجان كاملة، وعلى أن المغرب لا يترأس لجنة العقوبات اللي كتهضروا عليها دابا. وبالمناسبة راكم عاوتاني متناقضين في الكلام ديالكم، عميروش 24 ساعة عقب وحتى الركراكي في 24 ساعة عقب، وفهم تسطم هاد الكراغيلة هاد الكذابين هاد. اسمعي حنا نعرفوا الكواليس في الكونفدرالية الجزائر الكونفدرالية الأفريقية كاين أمور تحدث غير عادية. الله العظيم ربي كنتقم بالحقيقة، قال لك عارف الكواليس والجوسسة والعوسسة اللي كاينين في الكونفدرالية الجزائرية، هو مجرد سهو ولكن كيقول بزاف الامور وكيلخص بزاف الامور، على انهم كيعيشوا في الفساد وكيعتبروا ان الناس كاملين عايشين في الفساد بحالهم. بخصوص التسريبات التي تسمعونها غتره هنا وغتره هناك بخصوص قضيه اتحاد العاصمه، استطيع اليوم ان اجزم لكم بان لا خبر اكيد ولا خبر صحيح لحد الان. بالله عليكم من يستطيع ان يقول لدي تسريبات بان اتحاد العاصمه سيربح القضيه، او لدي تسريبات بان اتحاد العاصمه سيخسر هذه القضيه؟ هذا كلام لا يقبله منطق ولا يقبله عقل ولا يصدقه عاقل. محكمه الطاس ستعين هيئه تحكيم او لجنه تحكيم، هذه اللجنه ما زالت لم تدرس ابدا القضيه ولم تستمع للأطراف وجها لوجه، فكيف لشخص يخرج على البلاطو ويقول أنا لدي تسريبات بأن اتحاد العاصمة سيربح القضية أو سيخسر القضية؟ لا يوجد أي كلام صحيح ومنطقي في هذا الوقت بالذات. بعد المخلل كيبين بأنه زمر عنده المصداقية، وراه تصور هذا الفيديو هذا البارح بالليل بالمباشر، يعني كان عندهم خبر ديال الطعن ديال الطاس الذي رفض، والبلاغ ديال الطاس كان في الموقع الإلكتروني الرسمي ديالهم ونشر في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. رغم هذا ما نشروش الخبر وما هضروش على الخبر، وقالوا اليوم كاع هادشي اللي كيروج على الطاس راه مجرد اشاعات، باش بوصبع ما يبقى فاهم والو. صراحه لحد الان بوصبع راه مازال ما فاهم والو، ما غيفهم حتى غينزلوا عليه العقوبات الرسميه ديال الكاف بطريقه نهائيه، ديك الساعه غادي يفهم شنو المعنى ديال القالب السكري المغربي وشنو المعنى ديال استغباء الشعب الجزائري من طرف الاعلام الجزائري. اجراء هذا كل مرحله ستالي المرحله، لكن الاتحاد الافريقي مثل ما يقال الشطور قرر لعب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه يوم 12، لقاء العوده يوم 19، لقاء الذهاب يوم 12 ولقاء العوده يوم 19. تصور ستفصل لمصلحه الاتحاد العاصمي، سنلغى كل شيء. نعم. حتى لعبة مباراة الذهاب والإياب وتوجوا باللقب. قلت لك ميدو بأنه الكاف ستكون أمام حربة حقيقية فوق التورتة بالنسبة للاتحاد الإفريقي وساموسو
هذاك لي سيني لي كومينيكي النيجيري الذي والده اصلا تم ابعاده من الاتحاد الافريقي بتدخل الاف بي اي في قضيه الفيفا بسبب الفساد يعني من الفيفا نعم من الفيفا بسبب الفساد يعني ذلك شبل من ذاك الاسد يعني والده كان فاسد وابنه يسير على خطاه ولما تشوف تدخل لي زوسوس ديالو تويتر ديالو شو سون كوم سي سي ماروكان تحسوا شغل مغربي يدافع على الرقم مي تي فاب جامي اتخ ماروكان انت يخدموا بك نهار يكملوا بك المهمه ينحيوك من الاتحاد الافريقي ويلصقوا لك مهمه تهمه الفساد وتروح تدور في ابوجا ها وكيفاش مثل كل الافارقه الاخرين نعم على كل حال وان شاء الله ان شاء الله بربي الماتش يتعاود ان شاء الله ان شاء الله الماتش غادي يتعاود وسيلغى النهائي اللي غيتلعب بين الزمالك ونادي بركان غدا يوم 19 ماي وحتى التعليق ديال جواد بدا اللي كنحيو من هذا المنبر حتى هو غادي يتلغى وغادي يتعاود الماتش برك 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 والزمالك غادي يتعاود تلعب المباراه مع اتحاد العاصمه وغادي يعاودوا عاوتاني يهزوا الكاس كل شيء تعاود وكما قال لكم الشاعر الجزائري ان شاء الله ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله ولا عدس نكتفي بهذا القصف شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم والمسانده شكرا للاخ العربي على المسانده ديالو والدعم ديالو المستمر كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم